خلال الأيام الأخيرة كان بعض الناس في الشوارع بدأت تلاحظ فكرة تغيير التعامل مع السياسة، فكرة الساحات اللي اتفتحت عشان الناس تقدر تركن فيها عربياتها في القاهرة والجيزة تحديدا. ده القانون اللي حضراتكم طبعا عارفين 150 لسنة 2020 اللي بيتعامل مع هذه الأمور، مسألة السايس، انتظار السيارات، الجراجات والساحات الموجودة في الشوارع. كمان من الصور اللي الناس بدأت تتداولها فكرة وجود بعض الأماكن أو أماكن انتظار بالإيجار أسفل العمارات، تلاقي إقماع بتاعة المرور وموجود عليها سلسلة وما إلى ذلك ومتعلق عليها زي تصريح كده من الحي. ده مثلا من أحد الشوارع في المهندسين، ناس مصورة زي ما انتم شايفين، وفي تصريح على الأم أن ده باشتراك أو بمقابل يعني من حي العجوزة مقابل 300 جنيه، ده بالنسبة للعربية الواحدة. فطبعا ده أصبح مسار تساؤلات بالنسبة لناس كتير. يعني ماشي، كويس جدا ان القانون بيتعامل مع فكره السياس والناس وفرض الفلوس او اتاوه، تلاقي واحد طالع لك من تحت الارض كده عشان يقول لك هات فلوس وانت خارج بعربيتك، ولا ركنك ولا عمل حاجه، ولكن ده شيء كويس جدا. فكره ساحات الانتظار شيء اعظم عشان التكدسات والانتظار العشوائي اللي بنشوفه صف تاني وتالت ورابع. ولكن فكره الناس بس هنا بتسال فكره، يعني ايه الحكمه من ان انا ادفع فلوس وانا بركن تحت بيتي؟ يعني هل لازم اروح الحي وادفع 300 جنيه اشتراك للعربيه شهريا عشان اركن تحت البيت ولا لا؟ خصوصا ده مثال، مثلا حي العجوزه بيمنح هذه الاماكن او بيأجرها لشركه، والشركه هي اللي بتتولى هذا الامر زي ما حضراتكم كده شايفين. يعني ده مثلا محلات متعاقده مع شركه، الشركه دي هي واخده هذا الامر من الحي، فبالتالي هي اللي بتجيب الاقماع والسلاسل وهي اللي بتحصل هذه الرسوم من الناس. هنفهم الفلسفة في هذا الأمر، خصوصا النهاردة كان في تصريحات مهمة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الأمر، وقال إن ده عبارة عن يعني تجربة في إطار التجربة، ما زال تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات اللي هو 150 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية الخاصة بيه، لأنه بيطبق تجريبيا في 6 أحياء في محافظة القاهرة وحي الدقي في الجيزة، في 4 شوارع في حي الدقي. فالأمر لسه في إطار التجريب ودراسة السلبيات، ولكنه ذكر بمحاسبة المسؤولين عن التطبيق الخاطئ لهذا القانون. كان المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية وإحنا كنا بنناقش في هذا الأمر من أيام قليلة، قال إن القانون أكبر من مجرد قمعة وسلسلة يتحط وادفع اشتراك عشان اركن عربية، الموضوع أكبر من كده، هدف القانون أهم من كده، مش بس مجرد هذا المشهد اللي يمكن ناس كتير ما كانوش فاهمين يعني إيه أروح الحي عشان أدفع 300 جنيه في الشهر عشان أركن عربيتي تحت البيت اللي أنا ساكن فيه أو قدام البيت اللي أنا ساكن فيه. برحب بالدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية. دكتور خالد مساء الخير يا فندم. أهلاً وسهلاً، مساء الخير يا أستاذ. دكتور خالد أرجوك يعني فسر لنا هذا المظهر أو هذه الصورة اللي الناس مش فاهماها، فكرة إن أنا أدفع رسوم 300 جنيه في الحي مقابل إن أنا أركن سيارتي تحت بيتي. يعني ده طبعا يعني خليني أقول لحضرتك إنه ده بعيد عن فلسفة القانون، وخليني أقول لحضرتك إن القانون 150 لسنة 2020 هو بيقنن وضع، وكمان بيهدف ضمن ما يهدف إلى ضبط حركة السير والانتظار بالنسبة للسيارات في الشوارع المصرية وفي ساحات الانتظار. هو القانون بيقول إيه لو جينا مع بعض كده فندم؟ واللائحة التنفيذية اللي نزلت في 14 يناير 2021 تفسر آلية عمل هذا القانون. القانون بيقول يا فندم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع بيقول في مواده الآتي: مين اللي يجوز له نشاط تنظيم انتظار المركبات سواء كنا في محافظة أو في مجتمعات عمرانية جديدة؟ الشخص المرخص له من جهة في المحافظة اسمها اللجنة العليا لوضع حق استغلال أماكن انتظار المركبات اللي هي السيارات في الشوارع. طب اللجنة العليا دي بتعمل ايه يا فندم؟ اللجنة العليا دي منوط بيها تحديد الاماكن، الاوقات اللي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع. اي شوارع؟ لا مش اي شوارع،
الشوارع الرئيسة، الشوارع اللي هي يصلح فيها انتظار المركبات ويحدد فيها أماكن لانتظار هذه المركبات، زائد الساحات اللي يحدد فيها انتظار هذه المركبات، بحيث لا يعوق هذا الأمر حركة المرور ونحافظ على انسيابية المرور. وده بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور المختصة في المحافظة، يعني اللجنة العليا دي الإدارة العامة للمرور ممثلة فيها. من سمات هذه اللجنة العليا أنها بتحط كراسات شروط خاضعة بحق استغلال أماكن دي وفقا لقانون التعاقدات اللي هو 182 ل 2018. إذا العلاقة يحكمها هنا إطار قانون، سواء قانون 150 في إطار قانون التعاقدات. علشان كده مع الوزير اللي هو محمود شعراء وزير التنمية المحلية لما صرح النهاردة وقال إيه، قال اللجان العليا دي ان شاء الله مع مطلع الاسبوع الاول من سبتمبر هيكون هناك جلسات وورش عمل مكثفه في مركز تدريب التنميه المحليه في سقف تشرف عليها وزاره التنميه المحليه ووزاره الداخليه، يحضرها الساده سكرتير عموم والساده مديري الموائد في المحافظات ومدير التنظيم والمعنيين بتطبيق القانون. وكمان في نفس الاطار هيكون هناك عمل تنميط لكراسات الشروط والمواصفات فيها الأماكن اللي يكون فيها ساحات أو أماكن للانتظار. طيب مين اللي هيتقدم لهذا؟ اللي هيتقدم لهذا شركات مساهمة لها الملاءة المالية والفنية للقيام بهذا العمل. وبالتالي الشركة النظافة شركة الاصطفاف اللي هتتقدم هتطلب ترخيص للعاملين فيها. طيب مواصفات العاملين اللي هيمنحوا هذا الترخيص، القانون في المادة الخامسة قال من يزاول ان هذا النشاط يجيد القراءة والكتابة، بيعرف يسوق، يعني حصل على رخصة قيادة، ما يقلش سنه عن 21 سنة، ابيض بمعنى ادى الخدمة العسكرية واعفى منها او اداها. كذلك الامر معاه شهادة صحية انه تفيد بعدم تعاطي مواد مخدرة، وما يكونش عليه احكام وعقوبة جنائية ولا جريمة مخلة بالشرف او الامانة او جرائم مخدرات او التعدي على النفس. دي الخصائص اللي مفروض الشخص اللي هيشتغل في الشركة، اللي هيصف هذه السيارات، اللي هيكون معلوم لدى الجميع في بادج عليه صورته وعليه اسمه ورقم ترخيصه، في يافطة محطوطة مين الشركة المسؤولة عن هذا الاستفاض، مين المدير المسؤول اللي موجود حضرتك لو حطيت عربيتك بيبقى مين المسؤول عنها، الرقم الخط الساخن في حالة الشكوى، القيمة الاستفاض في هذا المكان، واللي بيحددها سواء بالساعه او باليوم او بالشهر او بالسنه، مين اللي بيحددها؟ اللجنه العليا المختصه في المحافظه. ده كلام طبقا للقانون واللائحه التنفيذيه. طيب. بتاعته. طب اللي يخالف هذا الامر واللي يطلب فلوس خلاف ما تحدده اللجنه العليا سوف يخضع عليه القانون، والقانون حط عقوبات لهذا الامر بحيث انها تبقى الامور واضحه ومحدده. طيب الحصيله بتاعه هذا التحصيل 75% منها بتقول لصالح المحافظه واجهزه المدن التابعه للهيئات العمرانيه. تمام. هذا الكلام يصرف على الشارع، على الاناره اللي في الشارع، على الرصف اللي في الشارع، على البنادورات اللي موجوده في الشارع، بحيث ان الرسوم اللي تحصل هترجع مره اخرى للشارع ومن ثم للحي ومن ثم للمواطن. ده الفلسفة وآلية تطبيق هذا القانون باللائحة التنفيذية بتاعته. طيب الصور اللي احنا شايفينها يا دكتور، الصور اللي احنا شايفينها يا دكتور عفوا، يعني فكرة ان في بعض الاحياء بدأت من تلقاء نفسها تدي لشركات الحق انها تنزل تحط الاقماع اللي حضرتك شايفها والسلاسل دي وتحصل الاشتراكات مقابل السيارة 300 جنيه في الشهر. معانا صور من حي العجوزه والدقه. اجتهاد في غير محله يا فندم. اجتهاد ايه يا فندم؟ معالي الوزير في بيان اليوم لما صرح قال ان كل هذا يرجع للمراجعه والتقييم، وما تم من عقود سوف تراجع بحيث يبقى كل الامور ماشيه في الاطار الطبيعي بتاعها. يعني الاحياء دي اتسرعت، اللي هم سمحوا ده للشركات انها تنزل وتاخد الشركات من الناس وتطلع لهم ايصالات والكلام ده وتحط الحاجات دي في الشارع، دول الاحياء دي تسرعت؟ طبعا يا فندم، هو مفروض اللي بيشرف على هذا الكلام اللجنه العليا هي اللي بتحدد. وعلشان كده معالي الوزير اللي هو شعراوي طلب من المحافظات انها تبعت للوزاره اسماء الشوارع قبل التطبيق للمراجعه.
رقم واحد. رقم اثنين اللي أن تتناسب قيمة الرسوم اللي حطوها وتقر مع المستوى الاقتصادي للشارع ومن ثم للحي. طيب يعني مثلا لو قلنا مثلا أعتقد الصورة دي مثلا أعتقد في المهندسين من شارع لبنان ولا شارع شهاب، هل نفهم من كده أن أي واحد ساكن في العمارة أو في البيت ده عشان يركن عربيته قدام البيت هو مفيش يافطه ممنوع انتظار يعني، ولكن هيسيب عربيته ويركن عربيته بالليل ويطلع ينام، هل هيبقى واجب عليه ان هو يروح الحي يطلع اشتراك ب 300 جنيه ولا لا؟ ده اللي احنا عايزين نفهمه. يا فندم هو في نقطه في غايه الاهميه دلوقتي. نحن في مراجعه، في حاله مراجعه وتقييم. واي ممارسات ايجابيه وسلبيه سوف يعاد تقييمها. ولو أن هناك أي قصور في إبرام هذه التعاملات حيتم طبعا مساءلة المسؤول عن هذا الأمر، يعني علشان الأمور تبقى في غاية الدقة، إذا كان الأمر هذا راجع عن أو صادر عن اللجنة العليا المعنية بإصدار هذه التراخيص وإعطاء الحق، هل الكلام ده تم وفقا لكراسة الشروط ومواصفات؟ هل الكلام ده طرح؟ يعني حصل طرح وشركات مثلا مزايده مثلا يعني وطبق للشروط ولا امر مباشر مثلا؟ هذا الكلام محل مراجعه دلوقتي يا فندم، وعلشان كده معالي الوزير اللي هو محمود شرقاوي اكد على هذا الامر.